أنا ابن القدس ومن هون هلا 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 من هون أنا من هون أنا اللي يخص الكفار يخص مسجدنا مصر نبينا وإحنا المسلمين ما نخصوصي وإحنا المسلمين ما نخصوصي. يعني من أجل هذا الأقصى تحرك سيدنا عمر مشى على الأقدام مسيرة شهر. تحرك سيدنا عمر مشى على الأقدام مسيرة شهر. من خلال 20 سنة من اليوم لن تكون مدينة القدس مدينة عربية. بهذه الفترة دائما احنا بنتصدنهم بس عن طريق التكبير لأنه لا نملك إلا التكبير في المسجد الأقصى. ما كنتش أتوقع مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجينا يوم ما نخشه عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة. وبعد 3 ساعات من الانتظار لأخذ تصريح بالدخول والتصوير في المسجد الأقصى قوبلنا بالرفض، فالإذن من محتل لا يريدنا أن نوثق بعدستنا سكينة المدنسين وهي تقطع في شرايين باحات الأقصى، لكن الإذن لا يؤخذ عندما يكون الله صاحب البيت، فما بالكم لو كان البيت هو الأقصى. احنا واقفين باب السلسلة بدنا ندخل على الأقصى وهم ما رديوش يدخلونا، والنسوان هون وطبوا على النسوان الجنود وضربوا النسوان واخدوا نسوان هيوم عندهم بالشرطة، وكنت من ضمنهم جاية من كفر قاسم واخدوها. انا ساكنة باب السلسلة هون كل يوم ما اشوفهم يا حرام، يعني انت شايف اليوم كيف الوضع مأساوي عندنا. احكي لي شو يعني صار. بيدخلوهم من باب السلسلة وبطلعوهم هون بيستفزوا العالم، يعني انت شايفة انت مهمومة بتشوفي كل يوم. وانا بشوفهم انا احنا الشرطة هاي عبيتنا، احنا هلا شفناهم واحدة ضربوها احنا شفناهم من فوق. الطفل في المغارة ومريم وشهد يبكي لأجل من تسردوا لأجل أطفال بلا منازل. يسعد صباحك شيخ ناجح. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بكم شيخ ناجح. بس اسمح لي أنوه للمستمعين والمشاهدين أنه إحنا موجودين اليوم دخلنا بالخفية من سلطات الاحتلال لأنهم ما سمحوا لنا نفوت على الأقصى بهاي الفترة، تشديدات كتير كبيرة على الصحفيين ولا كاميرا بتدخل، فالله يسترنا. جايين اليوم عشان نورجي العالم أجمع مدى الخطورة اللي بتعرض لها للأقصى. الأقصى في خطر، قديش الأقصى في خطر شيخ ناجح؟ يعني اليوم الأقصى مش في خطر، الأقصى يحتضر. ومعنى الأقصى يحتضر يعني مرت أخطار كبيرة جدا على المسجد الأقصى. يوم أن حرق المسجد الأقصى في 21 آب 69، يوم أن أخذت التنكزية، ويوم أن وضع على المسجد الأقصى أسلاك شائكة وكاميرات، يوم أن ارتكبت مجازر في داخل المسجد الأقصى. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يكيل بمكيالين، المكيال الأول يظهر أمام العالم أنه يدعو إلى تهدئة في مثل هذه الأيام ويدعو إلى ضبط النفس، وفي نفس الوقت
الوقت هناك اتفاق سري يبدو ما بين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف وما بين زعماء الاستيطان وما بين الجيش والشرطة أن الساحة مفتوحة لكم افعلوا ما شئتم، وهذا ما نشاهده يوميا. إغلاقات للمسجد الأقصى يوميا، نجد هناك هجمات من الشرطة على المرابطين والمرابطات. اليوم تم اعتقال أربعة مرابطات، هي موجودات الآن في مقر الشرطة في باب السلسلة. الأقصى اليوم يمثل جذر للأمة العربية والإسلامية، إذا ذهب الأقصى منهم لم يبقى للعرب ولا للمسلمين أي شيء في مدينة القدس. شكرا كثير لك شيخ ناجح، ويا رب هاي كلماتك اللي طالعة من قلبك توصل لقلب كل مسلم وكل عربي عماله بيشوف الأقصى ينتهك وغافل عنه. الأقصى نادى والندى غالي، ويهون عشان العمر لو غالي. الأقصى نادى والندى غالي، ويهون عشان العمر لو غالي. رافض أشوف الغدر حر طالي، رافض أدو. أحمد البديري الزميل الإعلامي والمتواجد دائماً في القدس بتغطي تغطيات والأحداث الأخيرة في التصاعد كانت في القدس. أحمد، شو تعقيبك على الموضوع بالنسبة للقدس والأقصى؟ يعني إحنا منعيش أيضاً حصار معلوماتي، بمعنى آخر يعني حتى الأخبار اللي نسمع عنها من الدولها بشكل دائم منشعر إنه هذا في حصار معلوماتي على مجريات ما يحدث في المسجد الأقصى حتى في مدينة القدس. يعني القنوات العربية الكبيرة اللي كانت تتحدث عن القدس والمسجد الأقصى باعتبار أنه قضية مركزية للأمة اليوم غائبة تماماً إلا على شريط إخباري أو سطر أو سطرين. وين ما إحنا بنذهب يتم يعني الاعتداء علينا كصحفيين، إحنا ورجال الإسعاف حقيقة بشكل دائم، يعني مش مرة ومرتين، إحنا في كل مناسبة فيها اشتباكات مع جيش الاحتلال بنذهب كصحفيين لتغطية الحدث، بيتم الاعتداء على أحد زملائنا كل مرة. مخابرات الإسرائيلية نفسها بتقول أنه ثلاث مرات كان في محاولات لتفجير هذا المبنى الجميل. هاي كنت عم تسمع صريخ. خلينا إحنا عم بحكي نتوجه للمكان، روح شوف شو. خلينا نشوف شو في مشاهدينا، عم نسمع صوت المرابطات عم بيكبروا المرابطين. تفضل معنا. هو نسبيا كل يوم بيطلع مرابط، يعني بنعرف بالداخل يوميا بيطلع حافلات، طبعا هاي الحافلات اللي هي عن طريق الحركه الاسلاميه شيخ رائد صلاح، طبعا يوميا بيطلع حافلات من بلد، كل يوم بيطلع باص او باصين في ترتيب في برنامج معين لها. اما هون اهل بيت المقدس هون كمان معذورين، لان اللي بيصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر في عندي لازم يسلموا هوياتهم، طبعا غير ان احنا بنسلم هوياتنا وبحاسبوهن او ببعثون القضاء. اللحظات اللي بيقتحم فيها المستوطنين بحراسه سلطات الاحتلال، كيف بيكون هاي اللحظات على المرابطين والموجودين بالاقصى وكيف تتصدوا لهم؟ احكي لي عن اللحظات المؤلمه واللي فيها قمع وعنف. احنا دائما بهاي الفتره دائما احنا بنتصدى لهم بس عن طريق التكبير، لانه لا نملك الا التكبير في المسجد الاقصى. مشاهدينا زي ما انتم شايفين قبل لحظات بس شهدنا حالة تدنيس من المستوطنين، مرقوا بحراسة قوات الاحتلال ودنهم طالعين. هلأ على يميننا في قوات احتلال وعلى شمالنا كمان في حراسة، عشان هيك احنا مش رح نقدر ننزل نحكي مع المرابطين اللي قاعدين في ساحات وباحات المسجد الأقصى تحت، رح ندخل جوا عند المصلين ونقدر نحاول نكسب أكم من مقابلة من جوا. تعالوا معنا. ارخص يا حياة يا تعود القدس يا إما نموت. وجدناه يتيما حزينا ينزف ويحتضر ويشد من أزره صمود المرابطين. ارخص يا حياة يا تعود
لما نسمع الأذان بهز بدنك لازم تصلي بالأقصى وتتوجه لأنه حزين. فيش حدا الاحتلال بيمنع الناس يخوق الستات والرجال والنساء تعرضوا لكم وزي ما انت شايفة كده فاضي الأقصى يعني فاضي فاضي يعني احنا 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 مفروض هذا مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيجي نصلي بنأدي صلاتنا. قلبي مجروح شو بدي اقول لك عشان شو قلبك مجروح؟ قلبي مجروح من الوضع اللي احنا فيه. ما كنتش اتوقع مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجينا يوم ما نخشه. بضرب النسوان بشدوا شرباتهم بعد مرات هالاشياء اللي وحشة فيهم بقولوا لهم كلام مش كويس بعد مرات. الحمد لله احنا صابرين وبنيجي يعني ما بنقطع بيت المقدس دائما تلاقينا في الموجودين في هذا المكان. قديش مهم خالته الواحد يرابط بالأقصى؟ كتير بياخذ كتير ثواب لأنك أنت مرابطة في بيت المقدس. قديش بحاجة الأقصى لك؟ نعم لا مرابطين نعم بحاجة إنه إحنا تمنا مرابطين في هذا المكان الطاهر. أنا كل يوم من أهل البيت وبضل إن شاء الله بين ما الله ياخذ وفاتي وأنا في هذا المكان. بقول هذه أمانة برقبتهم هذه أمانة ومسؤولين عنها أمام الله وكل الشعوب العربية عمالها بتدبح لأجل خطيط هذا المكان. سي الله مرضى عنه صلاح الدين قال كيف أبتسم والأقصى حزين. عين ستدرسون جيلا صاعدا على أنقاض عظمة تاريخ ذبح فيه الأقصى على يد المتقاعسين؟ ماذا ستقولون لجيل أمة الضاد عن معنى الضمير؟ والضمير بريء فقد استهلكتم توظيفه في مواقف عديمة الضمير. إنه يجي كل العالم تفتح الطرق وتيجي من جميع الأقطار العربية من جميع الأقطار ديجوا ويوقفوا معانا. إحنا مناشد كل إنسان عنده ضمير حي يجي لهذا المكان يعني ويشوف المعاناة اللي إحنا بنعاني فيها. بعيدا عن فلسفة الكلام، لم يعد الأقصى يستجدي عتابا أو ملام. الأقصى قوي شامخ بأيد أمينة في أعالي السماء. وأنا ابنة القدس لا أخاطبكم سوى من وجع قلبي. والسلام.